إذا كنت تشتري الزعفران ولم تستخدمه من قبل، قد تتساءل كيف يمكنني استخدام الزعفران؟ كيف يمكنني إدخال الزعفران في طبخي؟ وكيف أخزن الزعفران؟ كل هذه المعلومات متاحة في دليل نقع الزعفران مازايوس. هناك العديد من الطرق لاستخدام الزعفران، وسيعتمد التقسيم على التطبيق والوصفة المطلوبة. نقع الخيوط كاملة. إذا كنت تستخدم الزعفران في عملية الطهي، فإن القاعدة العامة هي تقشير الزعفران في 4 أجزاء لسائل بدرجة حرارة الغرفة إلى جزء واحد من الزعفران لمدة نصف ساعة للسماح بالذوبان الأمثل، وكذلك لإزدهار الزعفران بشكل صحيح. يمكنك استخدام الماء أو الحليب أو الكريمة أو المرق، لكن لكل منهم درجات متفاوتة من القابليات للذوبان. نظراً لوجود الدهون، فإن الحليب والقشطة أقل قابلية للذوبان بدرجة كبيرة في نقع الزعفران من الماء أو المرق. إذا كنت تنوي وضع الزعفران في الحليب أو الكريمة، فإن الطريقة المثلى هي نقع كمية المطلوبة من الزعفران في الماء أولاً، ثم أضف تلك المياه المليئة بالزعفران إلى الحليب أو الكريمة. نقع البودرة. لتسريع عملية النقع، يمكنك إضافة الزعفران إلى هاون ومضقة مع رشة خفيفة من ملح الكوشري أو السكر، وطحن الزعفران في مسحوق ناعم، ثم اخفقه في الماء، ثم أضف الماء المملوء بالزعفران إلى وصفتك. يرجى ملاحظة أنه ليس من الجيد إضافة الزعفران إلى الطبق أثناء طهيه، أو إضافة سائل ساخن للزعفران. الزعفران هو نوع من التوابل الحساسة للغاية، فقد تؤدي درجات الحرارة الساخنة إلى حرق الزعفران. التخزين. يجب حفظ الزعفران في بيئة جافة بعيداً عن الضوء المباشر وفي درجة حرارة الغرفة. من الأفضل الاحتفاظ بالزعفران في عبوته الأصلية وفي خزانة المطبخ. في ظل هذه الظروف، يمكن أن يستمر الزعفران لعدة سنوات مع الحفاظ على جودته وفاعليته. شكراً لمشاهدتك. يرجى الضغط على زر الإعجاب وشاركنا آراءك. تأكد من الاشتراك، حيث سننشر المزيد من مقاطع الفيديو في هذه السلسلة. إذا كنت تريد معرفة المزيد عن الزعفران اليوم، فتفضل بزيارتنا على www.mazais.com.